طيب النادي الاهلي كابتن مجدي ما عندوش مشكله في حراسه المرمى، في الشناوي، في مصطفى، في الشناوي، في شوبير، وفي علاء، وحمزه، وفي مخلوف، وحتى لو الشناوي مش والله لو حتى الشناوي مش، لكن هل في في مركز مثلا في الباك ليفت في ظل طبعا اصابه علي معلول وكريم فؤاد، هل في حد مثلا النادي الاهلي ممكن يفكر فيه؟ ولا كل اللي انت عايز بتفكر فيه او المستوى يشتغل مع النادي الاهلي مصابين، يعني عندك علي معلول، لا يعني يحيى عطيه الله هيلعب، انا شايف ان هو هيلعب باك ليفت زي ما هو كان موجود في الوداد، في الوداد المغربي او الرجاء المقدمي، فهو هو بيلعب في البوزيشن ده، انما انا شايف انه قدراته بتاعه المكان مش هتفيدنا زي ما علي معلول كان شغال. لا بس خلي بالك علي معلول خد وقت برضه عقبال ما فاد، لا ده من دي وان علي معلول، لا مش من دي، لا من دي وان علي معلول قعد برضه اكتر من 6-7 شهور يا كابتن مجدي عقبال ما تاقلم وعقبال ما بقى لا بمستواه، لا والله قعد فتره. ما انت في وجهه نظرك انا شايف ان علي معلول من دي وان وهو شغال الاسيستات بتاعته من تالت ماتش شغال فيها، ان نسبه التهديف اللي خدت اللي بعد الموسم في نص الموسم الاولاني او بدايه الموسم الثاني بدات تزيد وتعلى وبدات تزيد وتتزايد مع الوقت. احمد عبد القادر سجل في اول مشاركه ليه في فريق بيواجه احمد عبد القادر القطري، قدرات لعيب بيلعب في اي حته، الدوري القطري اول هدف ليه في اول مشاركه. احمد عبد القادر لعيب عنده قدرات ومواصفات تلعبه في اي حته، انما هنا اللي محتاج يتظبط تمام، لازم هنا يتعامل بالقدر المظبوط مع المكان اللي بيبقى موجود فيه. يعني ازاي يا كابتن؟ محتاج شويه انضباط، يعني ما هو قصه ما هو راجل منضبط. لا استناني بس، طلع قال لك اللي بيدفع هو اللي بيلعب. هو قال وده كده منضبط؟ طب ايه ما الراجل حتى ما وقفش يعني لما المدير الفني رضا طلع لما حس ان هو مهما عمل ان هو بيتظلم حقه بيروح رضا، وانا لما انزل لما المدير الفني يكلمه ويبعت له يجي له عشان يروح يسلم عليه ويسيبه ويمد ايده كده ويعمل ده تصرف؟ خلاص ما انت خدت العقاب خلاص مش لا ما هو ده اللي انا بكلمك فيه. لا مش هو الراجل غلط، هو قدحه، لا طبعا ما يدبهش. طيب خلاص بس انت مش هو التعاقب مجدي بيقول لك ان علشان يتوازن امكانياته الفنيه لازم يبقى تصرفاته بنفس الامكانيات عشان يستمر في الملعب، وده طبيعي عشان يستمر في اماكن جيده. في طاقه ليه مستمر؟ عشان بيلعب. لا وعلشان تصرفاته لا كمان. لا حبيب قال بس لعيب محترف وبتعلم. يا اسلام لاجل مين؟ يعني ما عملش انت في مشكله واحده لزيزو يا كابتن؟ ايوه عشان بيلعب بره الملعب او مع زمايله يا حبيبي، عشان بيلعب. بص لما انت بيروح المنتخب ويرجع بيقع عشان ما بيلعبش. طيب مش ملاحظ دي؟ بتلاحظها ولا ما بتلاحظهاش؟ لا يعني هو في المنتخب ما بيلعبش، هي طريقه اعتراضه بتبقى عامله ازاي؟ لا هو ده مش هيقدر ليه؟ بس هو بتاثر عليه نفسيا من جوه. ايوه مش هيقدر ليه؟ بس كابتن مش هيقدر ردود افعاله تبقى يعني سلبيه ليه؟ كابتن ما يقدرش اي حد كده، لا لانه هي شخصيته كده، هو بس اللي عملها واحد بس وانتوا بتخافوا. لا كابتن رضا برضه انتوا هو طبعا زيزو بتخاف من مين؟ بس ثواني بس يا كابتن، زيزو هو مستمر ليه وبقى احسن لعيب في مصر ليه؟ عشان بيلعب. لا ليه برضه بيلعب؟ علشان ما هو قبل ما يلعب ويبقى احسن لعيب في مصر ما كانش بيعترض. هو انت سمعت لزيزو اي مشكله مع مدرب مع لعيب في المنتخب في الزمالك؟ ما فيش. بس امتى بقى تشوف الكلام ده؟ فده اللي يقصده الكابتن مجدي على احمد عبد القادر. يا عم طب ما انت هتروح بعيد ليه؟ طب ما انت في الاولمبياد انت عندك اللعيب يا كابتن رضا لعيب الكوره ما يعترضش، وخرج لما غير وحاسس ان دي حاجه. يا كابتن لعيب الكوره يا اسلام، لعيب الكوره مالوش عمل ايه؟ يعترض على المدير الفني. كان يتعامل معاه ازاي كمان؟ هو عمل ايه؟ لا امتى؟ هو بيتكلم هنا ان هو احسن لعيب في مصر وكان متضايق، وهو لما خرج بقول لك بقى برضه ما عملش حاجه، ما عملش حاجه تثير الجدل. يعني هو عمل زي مهاب ياسر مثلا، اي لعيب عمل ازازه على حسب وصفه. اي لعيب بيحس ان هو المدرب جاي عليه او ظلمه هيعمل كل التصرفات دي.
طب وده صح؟ هو اللاعب صح ولا مش صح؟ بقول لك بس اللعيب ملوش الا الملعب، ملعوش الا الملعب يا كابتن، لان بتبقى ليها علاقه بالشخصيه نفسها، او مش كل اللعيبه بتعترض بالشكل ده. انا لما انا لما كلاعب كوره واحس مره واثنين وثلاثه ان المدرب ما بيطلعنيش، ما هو هنرجع تاني ايام الكابتن حسن شحاته ميدو لما بقى يطلع في اخر ربع ساعه والكلام ده، ما ايوه مش صح، بس هو انت اللاعب بيوصل مع حسن شحاته يا حبيبي، اللاعب بيحس ان هو المدرب مستقصده. اسمع اللي انا بقول لك عليه، انا بقول لك زيزو ده الفتره اللي جايه لو المدرب اللي جاي ده طلعه مره واثنين وثلاثه هيعمل الكلام ده. هم هيغيروا جوميز خلاص؟ لا بيقول هو المدرب اللي جاي، المدرب لو عمل كده مع زيزو بدليل طيب ان هو لما خرج في ماتش اللي هو بتاع اللي هو المنتخب ما عملش حاجه، لا بس برضه ما ينفعش ان انت خارج مش كويس وخارج ان انت زعلان. ايوه زعلان عادي يا رجل، اي حد فينا بيخرج زعلان يعبر عن نفسه ان هو كان ظاهره في الفتره اللي فاتت ان كل لعيب بيتغير بيزعل ويشد الثلاجه بتاعت ويرمي وما يسلمش على المدير الفني، ودي ظاهره مش كويسه على فكره في الدوري. أيوة انا ليا في الملعب محمد صلاح بيتغير في الدوري، ما هو كله بيتغير وبيزعل في الدوري، يعني في الدوريات كل لعيب يعني المدير الفني. ايوه مو المدير الفني، في لعيبه بتحس، في لعيبه بتحس ان المدرب مش كويس، وانت مش كنت مدير فني وراجل. اسمع الكلام كابتن رضا وكابتن مجدي كلموا.